مرحبا أصدقائي، سعد لأوقاتكم يا رب. طبعاً هلأ نحن بنهاية العام 2022، رح نفوت بـ 23. فأول شيء الله يوفق الجميع، وإن شاء الله السنة الجديدة تكون خير على الجميع. وأهم القرارات اللي رح تنطبق بـ 2023 من بداية، أول قرار هو أنه في زيادة للأطفال أو لمساعدات الأطفال، الكيندر بايسلاخ رح يصير في زيادة من حديث الولادة لعمر 5 سنين 269 فاصل كسور، ومن عمر 6 سنين ل 11 سنة 327 فاصل كسور، ومن 12 سنة ل 17 سنة 385 فاصل كسور. فأصدقائي هاي هي الزيادة اللي رح تصير، احتمال ما رح تنزل، أو الزيادة ما رح تصير بشهر واحد، رح تصير بشهر 4. أوكي، لأنه شهر واحد محسوبة مع سنة 2022. اوكي، هذا قرار. طبعا قرار ثاني، كمان في زياده باسعار الباقه تبع التامين الصحي، وطبعا هذا الشيء بنضمن الهورتوسلاخ والزورتوسلاخ من البلاستينج، اللي كل واحد الناس اللي بيرجع لها مرتجعات 20 الشهر. اوكي، هورتوسلاخ وزورتوسلاخ حيصير في زياده اكيد، وهذا الشيء او هذا القرار كمان بينطبق للي عم ياخد اوت كيرينج. اوت كيرينج هي مساعدات الدوله. اوكي اصدقائي، وهذا خبر. وخبر ثاني كمان ارتفاع الحد الادنى للرواتب، خاصه اللي عم ياخذ المساعدات الدوليه الاوت كيرينج، يعني راح يرتفع مثلا تقريبا الشخص العزابي بياخذ له تقريبا 100 يورو، والعائله بين ال 100 و يعني فيكم تقولوا 120 130 ل 140 يورو. فاصدقائي هذول اللي راح يطبقوهم ب 2023. وطبعا في كمان راح يصير في ضبط او اسعار باسعار الطاقه والكهرباء والغاز، هدول كلهم رح يساوون، لانه انتم بتعرفوا انه طلع قرار من فتره انه في وقت محدد، ويعني شيء اسعار محدده، وفوق هذا السعر بتدفع انت زياده. فهلا رح يصير ضبط لهذا الشيء، ما رح فوت تفاصيل الغاز والكهرباء، بس هذا رح يصير. واخر تطبيق او اخر خبر رح يصير انه اي حدا بهولندا بسوق السنور فيتس، اوكي، اجباري ملزم يحط الخوذه بكل مناطق هولندا. اوكي اصدقائي، فلهون بيكون خلص الفيديو، وتحياتي للجميع، بتمنى لكم كل خير والتوفيق. لا تنسونا باللايك، اشتركوا بالقناه اصدقائي، بحبكم كثير، وباي باي.